هذا صاروخ الميج الذي قصف هذه المنطقة ولم يطق. ديكو هذا خلاص. انظروا على الصاروخ كيف نزل وبقدرة الله لم يتفجر. مع أن السوار في داخل هذا الملجأ. الله أكبر. الحمد لله رب الحمد العالمين لله. الحامي هو الله والمعركة معركة حق وباطل والحمد الله. لله رب العالمين. نحن بإذن الله سنقدم إلى قصر بشار بإذن الله وندعس على رقبته بإذن الله. بإذن الله المعركة بإذن الله. معركة حق وباطل ونحن بإذن الله مع الحق مع الله عز وجل. نحن خرجنا في سبيل الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 31/1/2013 مدينة كرناز.